بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة الصف التاسع، الله يعطيكم العافية. اليوم بدنا نكمل مادة الفيزياء، نبلش بالفصل السابع اللي هو بعنوان الحرارة وأثرها في المواد. نبلش بالدرس الأول، حالات المادة وتحولاتها. حالات المادة كلياتنا بنعرف تقسم المادة إلى 3 حالات: حالة صلبة وحالة سائلة وحالة غازية. بدنا نشوف كل حالة شو خصائصها وشو ترتيب دقائقها، ونحاول نميزها، ونحاول ننتقل من الصلب للسائل والسائل الغازي شو ممكن يصير عندنا. نيجي للحالة الصلبة. الحالة الصلبة زي ما انتم شايفين عندنا الدقائق مرتبة تنظيم متراصة مع بعضها، بتكون بالتالي قوة الترابط بين الجزيئات كبيرة جدا، بحيث انه يظل هذا الشكل ثابت والمادة ثابتة الأبعاد، ما راح تتغير أبعادها. طبعا احنا راح نحكي بدرجات الحرارة العادية، ما بدناش نحكي درجات حرارة عالية جدا ولا منخفضة جدا، درجات حرارة عادية. مثلا نيجي نحكي عن الماء كأبسط مثال دائما على الشغلات هاي، أو عن أي مادة صلبة في درجات الحرارة العادية بتكون طبيعية. مثلا لو فرضنا أن الحالة الصلبة هاي جليد، شوف ترتيب الدقائق كيف بده يكون لنا، ما بيكون في فراغات كبيرة بينها، بتكون ترابط قوي جدا، جزيئات متقاربة، شكل ثابت، أبعاد ثابتة، مهما طرقتها مهما غيرتها بتضلها هيك شكلها ثابت. فبالتالي ما في طاقة حركية عالية. لكن في إشي بسيط عندنا بالحالة الصلبة بجوز ما بنعرفه مزبوط، إنه هاي الدقائق في إلها حركة اهتزازية بسيطة جدا، بحيث ما بتغير شكل المادة أبدا ولا بتضعف الروابط بيناتها. هاي في موضع سكونها، كل واحدة فيها بتتحرك حركة اهتزازية بسيطة جدا، فبالتالي الطاقة الحركية هون منخفضة جدا جدا، ما في طاقة حركية بين الدقائق هاي. لو اجينا مثل طبعا هاي الصخور، فلزات ما عدا الزئبق، قلم، مسطره، اي شيء صلب احنا بنشاهده في حياتنا اليوميه. نيجي على الحاله السائله. الحاله السائله تضعف الروابط بين الماده الصلبه، او انها اضعف منها من الماده الصلبه، بحيث في ترابط بين الدقائق لكن قوه الترابط مش كبيره زي الصلبه. وبالتالي هذا بيعني انه هاي الجزيئات عمالها بتتحرك حركه بسيطه، مش اهتزازية في موضوع سكونها، لا، تتحرك الواحدة بجانب الأخرى، فبالتالي هي أضعف من الروابط الصلبة. إذا عشان هيك السوائل بتتخذ شكل الإناء اللي بتوضع فيه، الحيز اللي بنحطها فيه تأخذ شكله. أنبوب رفيع، أنبوب ثخين، بده يكون نفس شكل الأنبوب أو نفس شكل الوعاء اللي بنحط فيه، نفس الصحن، نفس الكاسة. المي أنتم عارفين لما تديروها في أي إشي بدها تأخذ شكل الإناء الموضوع فيه، لكن شرط هام جدا، الحجم ما بتغير، الحجم نفس الحجم لكن الشكل ممكن انه يختلف، فبالتالي ابعادها غير ثابته لكن بنفس الحجم. لما نيجي على الحاله الغازيه، طبعا هون عندنا، عفوا، بالحاله السائله عندنا امثله الماء والكحول والزئبق. الزئبق هو فلز، لكنه فلز في حاله سائله، هو الوحيد الشاذ عن الفلزات. نيجي للحاله الغازيه. الحاله الغازيه لاحظ انه في سرعه للحركة للذرات، في قوى ترابط ضعيفة جدا جدا، ممكن انها تكون معدومة. هلا السائل في خاصية جريان، ممكن يتحرك، ممكن يجري على الارض ويتحرك، ممكن انه يجري في اي اناء وياخذ شكله، لكن هون عندنا خاصية اسمها الانتشار، انه الدقائق بتنتشر حسب الحجم اللي بتنحط فيه، فبالتالي قوة الترابط بينها معدومة بتكون. اذا هي الطاقة الحركية فيها اذا عالية جدا، عشان هيك بتتباعد بشكل اكبر مما هي متباعد عنه في الحالة السائلة، فبالتالي هي بتنتشر. إذا أنت بتكون مثلا نافخ بالون أو إشي زي هيك، بتفتح البالون بدها تنتشر الغازات اللي فيه في الهواء، فبالتالي تأخذ حيز أكبر. أنت ضغطتها، أنت ممكن تضغط الغاز وممكن تقلل من حجمه، وممكن نفس الغاز الحجم بتاعه هذا يزداد بس له نفس الكتلة ما اختلفت. فبالتالي الحالة الغازية الترابط بين ذراتها ودقائقها معدومة، مثل الهواء، بخار الماء، أكسجين، هيدروجين، أي مادة من المواد الغازية اللي إحنا بنعرفها. إذا نيجي للصلبة، خصائصها قوة الترابط بين ذرات وجزيئات المادة كبيرة جدا، قال لنا هون قوة الترابط بين ذرات وجزيئات المادة في السائل أضعف مما هي عليه في الحالة الصلبة. بالغازات قوة الترابط بين ذرات وجزيئات المادة تكاد تكون معدومة. الجزيئات هون متراصة، لكن هون بسبب ضعف القوة بتسبب في سهولة حركة الجزيئات وزيادة طاقتها الحركية، وبتتباعد عن بعضها بشكل بسيط. بالغازية تزداد الطاقة الحركية بشكل أكبر من الحالة السائلة، تتباعد عن بعضها بشكل أكبر.
هون عندنا الحركة بالجزيئات محدودة على صورة اهتزاز موضعي زي ما حكينا حول مواضع سكونها، فهي اهتزاز موضعي للذرة أو الدقيقة عفوا، ما بتغير موقعها، ضلها في نفس الموقع بتهتز كل دقيقة في يوم. هون بتغير شكلها بسهولة، وعند وضعها في إناء شو بصير بحجمها؟ يبقى حجمها محددا وثابت. هون لا، الأبعاد ثابتة بالصلبة، تأخذ شكل محدد لا يتغير بسهولة، بس الأبعاد شو مالها؟ ثابتة ما راح تتغير. نيجي للغازية، الحجم والشكل يتغيران حسب الإناء أو الحيز المعين. يعني أنت حطيت حيز صغير ضغطت الهواء فيه، ممكن إذا كبرت الحيز برضو بيرجع بتمدد الهواء بصير حجمه أكبر، وبالتالي هاي إلها خاصية الانتشار. السائل له خاصية اسمها إيش؟ خاصية الجريان. نيجي نشاهد هذا فيديو بسيط عن الحالة الغازية والصلبة والسائلة، ونشوف كيف الغازات عمالها بتتحرك، الجزيئات متباعدة مش متقاربة أبدا. لاحظ كيف الجزيئات بتتحرك بشكل متباعد وبتنتشر داخل الوعاء اللي موضوعه فيه. هلأ هاي الحركة حالة الجزيئات تاعتها تطلع كيف تتجاوز أحدها الأخرى وبتتحرك وتنتشر في جميع الجهات، مش بالضرورة إنه في نفس الموضع، والجزيئات بتتصادم مع بعضها بشكل أكبر لأنه طاقتها الحركية أعلى، فهي قابلة للانضغاط. أنت بتضغطها في حيز ممكن تنضغط. لاحظ هيك لما يدير لك الإناء بشبه لك إنه كيف بصير انتشار للدقائق تاعت الغاز، فقوة التجاذب معدومة تقريبا. نيجي لحال السائل، لاحظ كيف مش منتشرة في كامل الوعاء، السائل في مكان الموضوع، وتفرج كيف بتتحرك، بتتحرك بس مش حركة اهتزازية موضعية في مكانها. لاحظ انه كل دقيقة ممكن تتجاوز على الأخرى وتتحرك فوق الثاني، وتتحرك يعني بتتحرك بجريان، يعني من نقطة لنقطة ممكن انها تتحرك مش في نفس الموضع تاعها، بس غير قابلة للانضغاط بس قابلة للتمدد بدرجات حرارة أعلى، ولها صفة الجريان. لاحظ كيف ما انتشرت زي الغاز، عمالة بتنتشر عادي، بتجري عفوا بشكل طبيعي. الحالة الصلبة، الحالة الصلبة لاحظ كيف الاهتزاز في نفس الموضع، لاحظ كلياتهم بتحركوا لكن في نفس الموضع، ما صار واحدة تجاوزت على الأخرى نهائيا، فهي شكلها ثابت غير قابل للانضغاط قابل للتمدد درجات حرارة أعلى. هاد جزء بسيط بس حبينا نفرجه. بعد ما تعرفنا على خصائص، أو عفوا على خصائص الحالات الثلاث، وشفناهم كيف بشكل يعني تمثيلي انه نفهم الموضوع بشكل اكبر على الفيديو البسيط، نيجي على تحولات هاي الماده. هلا احنا بدنا نحول المواد من صلب لسائل لغاز. جميع المواد ممكن تتحول بهذا الشكل من صلب لسائل لغاز، يعني احنا عندنا مثلا القابل للتحول المواد، نيجي نحكي عن الجليد. الجليد لاحظ كيف ماده صلبه متضاغطه ومتراصه، والمسافات البينيه بينها قصيره جدا، وهي قوه ترابط كبيره. كيف بدي احول الجليد الى ماء؟ وكيف بدي احول الماء الى بخار؟ ممكن ناخذ نحاس. نحاس صلب، كيف بدي احوله لسائل او اني احوله لغاز؟ لازم بالبدايه نعرف شو يعني انصهار، ونعرف شو يعني تصعيد او تبخر، ونعرف شو يعني درجه انصهار، شو يعرف شو يعني درجه غليان. هاي شغلات كلياتها مهمه في الموضوع اللي احنا بنحكي عنه. فعندنا هون في المادة الصلبة، كيف بدي أنا أحول دقائقها بحيث أنها تصير زي المادة السائل؟ هي نفس المادة بس بدي أحولها من حالة لحالة. لو فرضنا أن النحاس الموجود عندنا هون في درجة له اسمها تسمى درجة الانصهار. درجة الانصهار هي درجة الحرارة اللازمة لتحويل المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. يعني درجة انصهار النحاس مثلا 1083 سلسيوس. هلا هي ال 1083 لو وصل النحاس لدرجه حراره 1000 راح يضل صلب، ما راح يتحول. لا، درجه الانصهار تعني اول قطره تم صهرها من الصلب. اول ما تشوف اول نقطه تم صهرها بنحكي احنا وصلنا درجه الانصهار. هلا هاي درجه الانصهار لما نوصلها، هاي الماده في البدايه النحاس مثلا احنا بلشنا نسخن فيها من درجه حراره 20 درجة مئوية، رفعناها ل 600 ل 700 ل 1000 ل 1083، بلشت تنزل أول قطرة نحاس عندنا. ممتاز. هلا هي أول قطرة نحاس.
لو أضلني أعطيها كمية الحرارة اللي أنا بعطيها إياها ما راح تتغير درجة حرارتها. يعني أنا عندي مثلا عند هاي درجة الحرارة الانصهار، درجة الحرارة تساوي لي للنحاس 1083 سلسيوس، هاي درجة انصهار النحاس. هلا الانصهار حكينا تحول المادة من صلب إلى سائل، درجة حرارة عند هاي الدرجة تبدأ المادة بالتحول، المادة ما راح تتحول فجأة مرة واحدة، راح تتحول بكميات حرارة نضلنا نزودها إياها. يعني أنا كنت أمشي على كمية الحرارة اللي بعطيها للجسم تساوي الكتلة، مثلا عندي كيلو جرام نحاس، الحرارة النوعية للنحاس بمقدار التغير في درجة الحرارة بعرف قديش كمية الحرارة اللي أعطيتها للنحاس. غيرته من 500 ل 1000 بعرف أنا قديش زودت كمية حرارة. ممتاز. هلا هاي إحنا لما نوصل لعند درجة الانصهار، هلا ببلش عندنا إشي اسمه ثبات درجة الحرارة. درجة الحرارة راح تثبت، راح يصير ثبات في درجة حرارة المادة. طيب كمية الحرارة اللي عمالة بتاخدها المادة اللي بتم تزويدها، تزويد كمية حرارة مستمر عماله بصير عندي، طيب ليش ما بترفع درجة الحرارة؟ احنا حكينا كمية الحرارة انه في كمية حرارة بترفع درجة حرارة المادة. ممتاز. لكن هون عندنا لازم هاي كمية الحرارة اللي بتاخدها تستغلها المادة الصلبة انها ايش تعمل؟ انها تفكك دقائق المادة بتاعتها، يعني بتصير تيجي على هاي الدقائق وتفككها، تبعدها عن بعض، تبعد الدقائق كلها عن بعض. يعني نزلت أول قطرة، نفرض إنه هاي قطرة من النحاس نزلت، بلش عند النحاس نحكي انصهار يصير له. طب هل الانصهار فجأة كل الدقائق مرة واحدة راح تنصهر؟ لا، راح تضلها كمية الحرارة اللي بيتم تزويدها إلها لهاي النحاس تضلها تعطيها وتضلها تفكك الدقائق، تفكك الدقائق، تفكك الدقائق، لغاية ما يصير إضعاف روابط اسمه بنسميه. إذا فككت الروابط بشكل تام بتكون يعني ممكن تصير غازية، بس إحنا بنحكي بنضلنا نفكك الدقائق بحيث إنه نضعف الروابط بيناتها، ما تكون روابط قوية زي الصلب. فبالتالي مجرد ما تبلش تتفكك الروابط راح تأخذ منها فترة زمنية، مع آخر قطرة نحاس بتظهر، يعني آخر جزء بالمادة الصلبة من النحاس، نفرض هذا كله كل هاد خلص صار نحاس سائل، ظلت عندي هاي القطعة الصلبة الصغيرة، مجرد انه هاي القطعة انصهرت هلا خلص كمية الحرارة اللي بنزودها إلها بتبلش ترفع لنا درجة حرارة المادة. ليش؟ لأنه أنا كل المادة الصلبة صرت محولها لسائلة. طب خلص احنا حكينا إضعاف روابط صح؟ طب أضعفنا الروابط وبعدين راح تبلش كمية الحرارة كمان مرة تساوي كاف حانون دلتا دال، وبتبلش هاي الكتلة تزيد درجة حرارتها وتزودها بكمية حرارة وتزيد درجة حرارتها لغاية ما توصل لدرجة حرارة أخرى راح نحكي عنها كمان شوي. طيب يا أستاذ أنت هون كمية الحرارة اللي كنت تزودها ما راح نستخدم فيها هاي العلاقة أكيد، لأنه درجة الحرارة ما راح تتغير. ممتاز. هلأ نرجع لشغلة الحرارة النوعية اللي أخذناها زمان واللي حكينا عنها، هاي ليبل لكل مادة، هي عبارة عن ليبل لكل مادة، هاي المادة إلها حرارة نوعية كذا. في إشي عندنا إشي جديد اسمه حرارة أو كمية حرارة كامنة مختزنة يعني للانصهار. إيش كمية الحرارة الكامنة للانصهار؟ اللي هي كمية الحرارة اللي بيختزنها الجسم وبضله مختزنها كل ما زودته فيها لغاية ما يصهر نفسه كامل. إذن هاي كمية الحرارة الكامنة للانصهار هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل دقائق المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. فهاي كمية الحرارة في عندي أنا لكل مادة مقدار للحرارة الكاملة للانصهار. فعندنا الحرارة الكاملة للانصهار هي كمية، هاي الكمية نستخدمها لواحد كيلو جرام. يعني بجيب كيلو جرام نحاس، تمام، واحد كيلو جرام حديد، واحد كيلو جرام جليد، هاي كلها مواد صلبة صح؟ هلا أنا عشان أحول الكيلو جرام نحاس
لا سائل، كيلوغرام حديد لا سائل، كيلوغرام جليد لا سائل، بلزمني أول إشي حكينا في إشي عندنا اسمه درجة انصهار لكل مادة، بلزمني أوصل النحاس لدرجة الانصهار تاعته، تمام؟ إذا بوصل لدرجة الانصهار تبعته ببلش كمية الحرارة اللي باخذها بنسميها إيش؟ كمية الحرارة الكامنة للانصهار. فهاي الكمية للكيلوغرام الواحد من النحاس بعد وصوله إلى درجة الانصهار هي إلها مقدار ثابت. والكيلوغرام حديد كمان لما يوصل لدرجة الغليان تبعت درجة عفوا الانصهار تبعته ببلش يستهلك كمية من الحرارة ليصهر الكيلوغرام كامل، ففي إلها كمية حرارة خاصة فيها. والجليد نفس الشيء، لما ياخذ كمية حرارة لما يوصل لدرجة انصهاره اللي هي صفر راح يبلش يستهلك جزء كمية من كمية الحرارة هاي عشان يصهر الكيلوغرام كامل، فبنحسب قديش هي كمية الحرارة، فراح فوجدوا انه هاي له كمية حرارة كافية لصهر كيلوغرام، هاي كمية حرارة كافية لصهر كيلوغرام حديد، وهاي كمية حرارة كافية لصهر كيلوغرام من النحاس. تمام، هاي الكميات الحرارة خاصة لكل مادة. نيجي نتفرج عليهم مثلا على هاي المواد، نيجي نطلع مثلا عندنا الماء، الماء درجة انصهاره كم؟ صفر. قديش بده لما يوصل الماء كيلو جرام من الماء لما يوصل لدرجة حرارة صفر قديش بده كمية حرارة لهذا الكيلو جرام عشان يتحول كامل الكيلو جرام للحالة السائلة؟ اوكي، بحكي لك الحرارة الكاملة للانصهار كيلو جرام من الجليد بالكيلو جول، يعني ضرب 1000 جول تعتبر 333. طب شو 333؟ ايش هي يا استاذ؟ يعني انا بدي كميه حراره مقدارها 333 في 1000، لانه كيلو جول انا بدي اياها بالجول مثلا، في 1000 جول 333 1000 جول لكيلو جرام الجليد الواحد، تمام؟ عشان احوله من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. نيجي مثلا للألمنيوم، الألمنيوم درجة انصهاره 660 أقل من النحاس. هلا الألمنيوم لما أوصله 660 درجة مئوية عند هذه اللحظة بيبدأ الألمنيوم بالانصهار، لكن عملية الانصهار تحتاج كمية حرارة لتفكيك دقائق هذا الكيلو جرام من الألمنيوم كامل، راح تأخذ فترة زمنية، فراح يأخذ الألمنيوم 397 ألف جول عشان يفكك الكيلو جرام الواحد تاعه. بعد ما يفككه بيضلها درجة حرارته ثابتة 660. لما يفكك المادة الصلبة كاملة هلا بصير بعديها، بس صار سائل، كل المادة صارت سائلة، أي كمية حرارة بيستهلكها بتصير ترتفع درجة حرارة، لكن رح تضلها ثابتة 660 درجة مئوية طول ما هو الكيلو جرام ما تحول كامل لسه لسائل. مجرد ما تحول لسائل كامل تبدأ درجة الحرارة هذه بالارتفاع. وكذلك المكعب الجليد، الكيلو جرام من الجليد بضله صفر، بنضلنا نزوده كمية حرارة صفر، كمية حرارة صفر، لما يوصل كل المادة صارت منصهر مصهور أو صارت سائلة خلاص بعدها أي كمية حرارة بنزودها بارتفاع عن الصفر. إذن هاي هي كمية الحرارة الكاملة للانصهار، اللي هي الكمية اللي بتصهر لي كامل المادة، قديش الطاقة اللي أنا بدي أعطيها للكيلوغرام الواحد عشان أصهر المادة هاي كاملة، بنسميها الحرارة الكاملة للانصهار. يعني لو إجينا هون نحكي عن الجليد بشكل مختصر عشان نفهم الموضوع بشكل أكبر، يعني أنا عندي جليد درجة حرارته كم؟ حكينا صفر. أوكي، أو عفوا قبل لا تصير صفر كنا تحت الصفر، إحنا أول شيء كان الجليد تحت الصفر، هذا نفترض إنه كان هذا الجليد عند درجة حرارة مثلا ناقص 10، ما كان صفر، عند درجة حرارة ناقص 10 درجة مئوية، هاي جليد كان عنده هون ناقص 10 درجة مئوية، رفعنا درجة حرارته، كيف رفعناها؟ أعطينا كمية حرارة كاف ح تساوي كاف ح نون، بدنا نرفع درجة حرارته للتدال، صار من ناقص 10 صفر. ممتاز، أنا هلا إيش عملت؟
رفعت درجة حرارة الجليد من ناقص 10 إلى صفر، يعني غيرت درجة الحرارة 10 درجات مئوية، لكن المادة لساتها جليد. ليش؟ لأنه درجة انصهار الجليد عند صفر. ممتاز. هلأ هون في هاي النقطة بدي أبلش أحول الجليد لماء. لاحظ ما بنط نطة واحدة هيك، أول شيء بده يبلش يتحول لقطرات ماء، كل قطرة بدها كمية حرارة، فبصير المادة موجودة في حالتين، ماء زائد جليد، بكون مزيج بين حالة السيولة وحالة الصلابة. ليش؟ لأنه في عندي لسه المادة عمالة بتتحول، فمن هون لهون رح تضلها درجة الحرارة صفر، ما رح تتغير. طيب في كمية حرارة هون، هاي كمية الحرارة اللي لما يبلش من صفر يصير ماء زائد جليد، هاي كمية الحرارة شو بنحكي عنها؟ هاي كمية الحرارة اللي من جليد لحد ما يصير ماء بالوصول في هاي المرحلة من صفر لصفر لحديت ما يصير ماء درجة حرارته صفر بعدين مرتفع. يعني أنا عندي هون جليد كان ناقص 10 صار صفر، هلأ ممكن صار ماء انصهر كامل، صار ماء كامل على درجة حرارة كم؟ صفر، يعني كان ماء وجليد صفر، بانتهاء العملية كامل وانصهاره كامل صار إيش؟ ماء كامل بس لساته صفر. هيك فكك دقائق وكامل. هاي من جليد لما لاحظ ان المادة اختلفت نوعها، كانت صلب صلب هلا صارت صلب سائل. اذا هون بنحكي عنها هاي كمية الحرارة الكامنة للانصهار، وهي تساوي الكتلة ضرب الحرارة الكامنة للانصهار. يعني انا كمية الحرارة تساوي الكتلة اللي انا بدي اسويها واصهرها في الحرارة الكاملة للانصهار زي اللي أخذناها قبل شوي اللي هي 333 ألف جول لكل كيلو جرام جليد عشان أحوله لماء. إذا أنا عندي كيلو جرام جليد كم بدي ليصير ماء كامل بس لساته ما ارتفع درجة حرارته، لساته على الصفر، لأنه يا دوب فكك دقائق المادة، باجي بحكي بده 333 ألف جول من هون لهون هذا الكيلو جرام. ممتاز. هلا إحنا حولناه بالكمية الحرارة الكاملة للانصهار، كتلته في الحرارة كاملة الانصهار اللي هي 333 ألف جول في 1 كيلوغرام. فأنا هون استهلكت 333 ألف جول لكل كيلوغرام عشان أحول الجليد كله لماء، واثنيناتهم درجة حرارة صفر. لاحظ ما في عندي دلتا دال، والمادة اختلف نوعها من صلب صارت سائل، وبالتالي ما بقدر أطبق قانون زي هيك. ما في اختلاف درجة حرارة، أوكي حرارة نوعية الماء بنعرف، لكن أنا مش قاعد بحول أنا الحرارة النوعية للجليد، عفوا مش قاعد بحول أنا جليد لجليد اني عم بزيد درجه حرارته، انا عم بحول جليد لماء لماده جديده، ما في تغير درجه حراره. اذا نستخدم كاف كامل الانصهار تساوي الكتله في الحراره كامل الانصهار. هلا هون انا عمال بدي ارفع درجه حراره صفر ل 10 مئويه. هلا حولت الجليد وخلصت من صفر لماء صفر، هلا بدها ترتفع درجه الحراره. ليش؟ لانه مش عمال هالماده بتستهلك كمية الحرارة اللي بتجيها لتفكيك الدقائق. خلاص رجعنا كمية الحرارة تساوي كاف حانون دلتا دل، عمالي بستهلك كمية حرارة عشان أرفع درجة حرارة المادة مش عشان أفكك. فبالتالي حولنا المادة بالانصهار بكمية حرارة لازمة لانصهار هذه المادة للحالة السائلة. نيجي بالطرف الآخر نحكي عن إيش؟ نحكي عن التسخين أكثر. يعني أنا وصلت للماء لحديت ما أنا صهرت الماء كامل وبلشت أرفع درجة حرارته. لاحظوا هون إحنا بدنا نحول الماء إلى بخار، نفس العملية نفس الإشي اللي بيصير عندي كان هون راح يصير في الجهة هاي هون، لكن هون أنا شو عملت؟ أنا من الحالة الصلبة للحالة السائلة أضعفت الروابط، ما فككت الروابط بيناتهم، أضعفت الروابط بيناتهم وخليت الدقائق تبتعد بشكل بسيط بحيث انها تاخذ حريتها في الحركه بشكل بسيط، مش تهتز في موضوعها، تاخذ حريه بالحركه. فممكن انه هاي الذرات تتجاوز الواحده عن الاخرى، لكن في قوه ترابط بيناتها لساتها، ما التغت قوه الترابط، الماده ماسكه حالها لساتها لكن على شكل حالي سائل. هلا انا هون نرجع لموضوع الماء، دائما افضل مثال على فكره ان الماء، لانه انتوا بتشوفوا الشيء هذا بتشاهدوا. هلا عندي الماء كمان مره، أنا بدي أجي أحول هلأ الماء لإيش؟
من ماء إلى بخار ماء. طب شو بلزمنا؟ حكينا هون كمية حرارة يا أستاذ. أوكي، وشو بلزمنا بعد ما نعطي كمية الحرارة المادة؟ شو بتعمل في كمية الحرارة هاي؟ المادة بدها تباعد بين الجزيئات بشكل أكبر بحيث تزداد الطاقة الحركية. هاي الطاقة الحرارية اللي راح تأخذها هاي المادة راح تضعف الروابط بيناتها عن طريق تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية بين دقائق المادة. فبالتالي بتزداد الطاقة الحركية بفعل زيادة كمية الحرارة عليها، فبتتباعد الجزيئات أكثر، فبالتالي بتتحول لحالة غازية. ممتاز، يعني نفس الفكرة اللي فاتت، أول جزء من هاي المادة بده يبلش يظهر أول فقاعة بخار. أنت بتعرف المي عبارة عن فقاعات، الفقاعة بتنفجر بتطلع بخار الماء. لا، هاي هون بلشت عند المادة تتحول من حالة سائلة إلى حالة غازية. بتبلش المادة تستهلك كمية حرارة، تستهلك كمية حرارة، تستهلك لغاية ما توصل لآخر جزء قطرة سائل. لما تتحول هاي القطرة لغاز، بحكي هون استهلكت هذه المادة السائلة الكيلو جرام من الماء كمية الحرارة هاي لإيش؟ لإبعاد أو تفكيك الروابط بشكل تام بيناتها، بحيث إنه أنت ترفع درجة حرارتها أنت شوي شوي لغاية ما توصل لدرجة اسمها درجة الغليان. زي ما كان في عندنا انصهار، هلأ صار عندنا غليان. أي مادة لما توصل لدرجة الغليان تبدأ عند هاي الدرجة اللي هي عند الماء في الوضع الطبيعي عند مستوى سطح البحر، درجة غليان الماء 100 سلسيوس. وصل الماء ل 100 سلسيوس، هلأ كل كمية حرارة بياخدها الماء عبارة عن حرارة كامنة بيختزنها الماء. عشان إيش؟ عشان يفكك دقائقه، بنسمي هذا تصعيد، تصعيد المادة، إذا تحويل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. فبالتالي هو بداية كان مثلا درجة حرارته السائل هذا، نفرض أنه كان درجة حرارته 60 درجة مئوية، رفعناه ل 70 ل 80، فعماله بيستهلك كميات حرارة تساوي كاف حانون دلتا دال. بيختلف درجة الحرارة، عمالها بتزيد. لما يوصل ل 100 هذا الحكي ببطل موجود، ما في ارتفاع في درجة الحرارة، راح يصير عندي كمية حرارة كامنة تختزنها المادة تفكك دقائقها. كامنة لإيش؟ كامنة للتصعيد، لتحويل المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية. فبرضو كل مادة عندي في إلها ليبل اسمه حرارة كامنة للتصعيد للكيلوغرام الواحد، عشان تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية. فدرجة الغليان هاي بتكون فيها المادة في حالة اتزان، بتكون خليط بين المادة السائلة والمادة الغازية، بتكون في حالة اتزان. هي درجة الغليان، درجة الحرارة التي تكون فيها المادة بين حالتي السيولة والغازية، وتكون المادة في حالة اتزان. هلأ عندنا هاي كمية الحرارة الكاملة للتصعيد، هي كمية الحرارة اللي أنا بعطيها للمادة السائلة للكيلو جرام الواحد منها عشان يفكك دقائقه كاملة. إذا نرجع على نفس المخطط، من ماء لبخار ماء. هل أنا بتحول بسرعة؟ لا، ما بتحول بسرعة. أنا بكون مثلا درجة حرارتي 90، بروح لماء، كمان بضلني ماء، درجة حرارتي 100. من درجة حرارتي 100 أرجع بتحول لبخار ماء. قديش درجة حرارتي؟ برضو 100. قديش يا أستاذ؟ لأنه أنت عملت استهلاك للطاقة عشان بس تفكك الماء هذا وتحوله لبخار، فكانت درجة الحرارة ثابتة ما تغيرت. إذا تبقى درجة حرارة ثابتة أثناء تفكك الدقائق، ليش؟ عشان تستهلكها المادة، درجة حرارة بضلها ثابتة أثناء تحول المادة، عشان تستهلكها هاي المادة لتفكيك دقائقها فقط، عشان تتحول من حالة سائلة إلى حالة غازية. هلا بعديها لما أزيد كمية حرارة بصير عندي بخار بدرجة حرارة أعلى، نفرض إنه 120. فهون أنا عندي كاف حانون دلتا دال، حولت من 90 ل 100 ماء، إحنا لساتنا في نفس الحالة ما تغيرت. مجرد ما تحولت المادة من شكل لآخر صار أنا عندي ما في اختلاف درجة حرارة، فصار عندي كاف حرارة كاملة للتصعيد
فهون ما تغيرت درجة الحرارة، كمية الحرارة أخذتها لتفكيك الدقائق، بعدين صارت نفس المادة بس بدها ترتفع درجة حرارتها، رجعنا على كاف حانون دلتا دال. فلما أجمع هدول الثلاثة مع بعض بكون حصلت على كمية الحرارة اللي لازم تزويدها لكيلو جرام ماء أو لأي وزن، بس أي كتلة عفوا، لكن نحكي بالستاندر احنا عملنا كمية الحرارة لكيلو جرام ماء عشان أحولها لبخار 120 درجة لازم أمر في هاي الحالات الثلاث. هيك المفروض إنه احنا فهمنا شو يعني حرارة كاملة للانصهار، حرارة كاملة للتصعيد. لو أخذنا الإشي بشكل معاكس، تبريد تبريد بصير أتحول. هلأ أنا عندي بخار ماء، لما بدي أحول بخار الماء إلى ماء بلزمني إنه يصير تبريد، فبالتالي بصير تكاثف. متذكرين التكاثف؟ إنه بخار الماء لما يضرب بالأسطح الباردة شو بصير فيه؟ بتحول مباشرة لسائل. فبالتالي أنا لما أبرد بخار الماء بكاثف البخار وبحوله لمادة سائلة بنفس عملية التصعيد، وفي حرارة بتخلي الطاقة الحركية للدقائق هاي تقل، بفقد البخار هذا أو الغاز هذا بفقد طاقة حركية بين دقائقه، بما إنه فقد الطاقة الحركية بصير سرعة انتشاره وسرعة تصادمه وسرعة حركته أقل، فبالتالي بتقل الطاقة الحركية تاعته فبتحول لسائل. ورجعت أبرد كمان مرة برجع آخذ من طاقته الحركية بشكل أكبر اللي هي خلته يتصادم مع بعضه ويتباعد، وبرجع أحاول أرتبها وأسوي قوة ترابط كبيرة جدا بسبب فقدان طاقتها الحركية، وأحولها من أول وجديد لحالة صلبة. نيجي هلا نتفرج على رسم بياني لهذا الموضوع في تحويل المادة، وناخذ مثال عليه اللي هو الجليد وتحويله لبخار ماء. إذا هذا أنا عندي مثال على الجليد إني بدي أحوله لماء وبعدين لإيش؟ لبخار ماء. هلا إحنا أخذنا درجات الحرارة الثابتة اللي هي درجة الانصهار، هاي انصهار مظبوط، وإجينا هون لدرجة غليان. فأنا بتوقف دائما عند درجة انصهار المادة وبحكي بلشت أخذ حرارة كاملة عشان أفكك دقائق المادة. المنطقة هاي من ناقص 20 لغاية صفر إيش الحالة؟ جليد صلب لساته. ليش؟ لأن أنا عمالي بأخذ كمية الحرارة برفع درجة حرارة الجليد، أنا مش عمالي بحاول إني أفكك دقائق لسه. مجرد ما وصلنا لدرجة الانصهار لاحظ كميات الحرارة هاي اللي عمالة بتاخذها، احنا ما حطينا كميات الحرارة بدنا بس مفهوم نفهم، فأنا عمال أزيد درجة الحرارة، طلع كيف زدت كمية الحرارة، بزيدها بتصير درجة الحرارة تزداد، صار في عندي دلتا دال زي ما تعودنا دائما. لما وصلت لعند هون لكمية الحرارة وصلت لهون وصلت عند صفر مئوي، بصير كل واحد جول كل مايكرو جول بعطيه للمادة يبلش يفكك دقائقها. فلاحظ صرنا احنا في الماء والجليد مع بعض، المادة عمالها بتتحول ودرجة الحرارة مالها ظلت صفر، ما تغير درجة الحرارة هيها لساتها صفر، تحرك هيك في المستوى الصعد. فبتزيد كمية الحرارة، زيادة كمية حرارة بالكيلو جول مثلا، فبتظلها المادة تتحول وتتفكك دقائقها، تتحول من جليد لماء جليد لماء لغاية بالآخر ما توصل لحالة انه كل المادة تحولت لماء. مجرد ما تحولت المادة كلياتها لماء احنا بنبلش نزيد كمية الحرارة، زيادة كمان كمية حرارة. هون كانت كمية حرارة كامنة للانصهار صح؟ هيك حكينا. هون كمية الحرارة ايش؟ كمية الحرارة لازم لرفع درجة حرارة المادة، فلاحظ درجة حرارة عمالها بتزيد 20 40 60 80 لما وصلت لكم؟ لمية. ممتاز، احنا وصلنا مية، يعني وصلنا ايش؟ وصلنا لدرجة غليان ايش؟ الماء، هاي غليان صار عندي. عند درجة الغليان بتبلش المادة السائلة حكينا تتفكك بزيادة كمية الحرارة، هون ازيد كمية حرارة وهاي كمية الحرارة ايش حكينا عنها؟ كامنة للتصعيد. فأنا عمالي بزيد هون هلا في هاي الحالة المربع المستطيل الأصفر هاد، عمالي بزيد أنا كمية حرارة ليش؟ عشان أفكك الماء هاد وأحوله لبخار ماء.
فبصير عندي المادي هون في الحالتين السائلة والغازية، عماله بتحول السائل لغاز لبخار ماء. كل ما يزيد كمية الحرارة لاحظ درجة الحرارة ثابتة عند 100 ما تغيرت، لغاية ما تتحول آخر قطرة سائل إلى فقاعة غاز ويتبخر، فبصير أنا عندي كل الكمية صارت عبارة عن إيش؟ صارت بخار ماء. هاي مش المادة نفسها، إحنا الإشارات هاي الألوان مش المادة، مش كتلة المادة، إحنا بنحكي بس عن كمية الحرارة وتغير درجة الحرارة. فبالتالي لما تحول لبخار كامل كم درجة حرارته هذا البخار؟ 100. هاي لساته 100، هون 100 صار متحول كله لبخار. هلا اي كمية حرارة برفعها بعطيها للمادة هون، هاي كمية الحرارة لرفع درجة حرارة البخار، كاف حانون دلتا دال، وانا عمال برفع درجة حرارة البخار، هاي كمية حرارة كامنة للتصعيد، هاي كاف حانون دلتا دال، عمال بزيد درجة الحرارة مش بصاعد المادة او بصهرة. هون عندي كاف حرارة كامنة تصعيد انصهار، هاي فأنا هون بستهلك كمية حرارة للانصهار تساوي كاف حاج كامل الانصهار. هون عندي إيش لما أرفع درجة الحرارة؟ نفس الإشي كاف حانون دلتا دال للجليد. فبالتالي هيك إحنا إن شاء الله نكون فهمنا 100% إيش بحكي عنه، كمية الحرارة كامل الانصهار وكمية الحرارة كامل للتصعيد، إيش درجة الانصهار، إيش درجة الغليان. فبنيجي بس مراجعة سريعة لهذا الحكي. مصطلحات المفاهيم موجودة عندنا: درجة الانصهار، درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة بالتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، درجة الغليان، درجة الحرارة التي يمكن للمادة أن توجد عندها في حالتي السيولة والغازية معا في حالة اتزان، وعندها بتبلش المادة تأخذ كمية حرارة كاملة للتصعيد لتتحول من سائل لبخار. حرارة كامل الانصهار، كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 كيلوغرام من المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة مع ثبات درجة حرارتها ما بتتغير. حرارة كامل التصعيد، كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 كيلوغرام من المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة الغليان بتصير تتحول. هاي القوانين الحسابية: كمية الحرارة الكاملة للانصهار أو كمية الحرارة اللازمة لصهر المادة، الكتلة في الحرارة الكاملة للانصهار، والكمية الحرارة الكاملة للتصعيد هي الكتلة في الحرارة الكاملة للتصعيد. نيجي على الجدول بس بدنا نحكي عنه شغلة ونختم حصة اليوم إن شاء الله. نيجي للماء، نتفرج على الماء نشوف كم درجة انصهاره؟ صفر. كم درجة غليانه؟ 100. ليش بده الماء؟ ليتحول من حالة السائل الصلبة عفوا إلى الحالة السائلة اللي هو الجليد، يعني الماء نفس كمية الحرارة الكاملة تاعته اللي يتحول من الجليد لا الماء يصير سائل بده 333 ألف جول ليتحول من حالة الصلابة لحالة السيول. بس لما يتحول الماء من حالة السيول لحالة الغازية شوف الرقم هذا 2256 ألف اللي هي الكيلو جول. مين أكبر؟ يعني يا أستاذ أنا بدي كمية حرارة عشان أحول السائل إلى بخار أكبر بهذا المقدار، يعني تقريبا يا أستاذ أنت بتحكي 6.5 ضعف أو إشي زي هيك كمية حرارة. تمام، ليش طيب؟ لأنه أنت لما بدك تحول دقائق المادة من صلب إلى سائل أنت فعليا إيش بدك تعمل؟ ناخدها على جنب هون، طلعوا على اليسار، أنت بدك تعمل إنه هاي المادة اللي هي متراصة زي هيك أنا ما بدي أفكك الدقائق وأخليها تنتشر، أنا بدي أضعف الروابط أخليها متباعدة بشكل بسيط، لكن ما بتهتز في مكانها بتتحرك حول بعض زي هيك. لكن أنا عشان أحول هذا الصلب لسائل راح أحتاج كمية طاقة بسيطة مقارنة بهديك إني أحولها لغاز، لكن عشان أنا أحول السائل لغاز بدي أفكك الروابط ما بدي أضعفها، بدي أخلي الروابط تكاد تكون معدومة، يعني أنا هون لسه في روابط لكن أنا من سائل لبخار ماء بدي أعمل الروابط هيك تصير. طب أنت برأيك التباعد هذا اللي صار عندي هون مين بده كمية حرارة أكبر؟ إني أفكك دقائق المادة ولا أضعف الروابط؟
فهي اكيد وبالتجربه كانت انه عشان انت تفكك دقائق الماده وتحولها من سائله لغازيه بدك كميه حراره اضعاف كميه الحراره اللي بحولها من صلب لسائل، اللي بدي اضعف فيها الروابط وليس افكك الروابط كامله، بدي اضعفها بس، لكن هون بدي افككها كامله واخليها تنتشر واعطيها طاقه حركيه عاليه جدا وتتصادم ببعضها تصادمات سريعه، فبالتالي انا بحاجه بكون لطاقه حراريه اكبر. نكتفي اعزائي في هذا اليوم لهاي الماده اللي احنا اخذناها، والحصه الجايه باذن الله راح نبلش نحل اسئله ونطبق عشان يكون مفهوم الحراره الكامل للانصهار والحراره الكامل للتصعيد عندكم توسع اكثر وفهمتوا الموضوع بشكل اكبر. الى اللقاء في الحصه القادمه، الله يعطيكم الف عافيه.